السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه طعمها لذيذ وسهله وحلوه نعملها في البيت، وحلوه نعملها لو في عزومه لان طعمها لطيف جدا جدا. الوصفه دي عشان نعملها عايزين 4 صدور فراخ، وعايزين 2 كوبايات كريمه، نص كوبايه جبنه بارميجان مبشوره، وكوبايتين مشروم، بقدونس، عايزين بيكن، مكعب مرقه ماسترد، وعايزين معلقة زبدة، وعايزين 2 فص ثوم، يعني الملح والفلفل هنخليه بس عشان نتبل بيه الفراخ لان احنا اوريدي عندنا مكعب المرقة، وعايزين ريحان مجفف وشوية بقدونس للوش. تمام، هناخد معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة من الزيت. قبل ما نعملهم على النار خلينا احسن نتبل الفراخ الاول ونحطها في الفرن. هناخد شوية زيت، ممكن ناخد شوية زيت زيتون نحطه في قاع البايركس، وناخد صدور الفراخ اللي عندنا. لو عندكم عزومة فيها عدد كبير بتقدروا تقطعوا الفراخ لقطع صغيرة، لو عاملينها عزومة عدد أفراد قليل أو عاملينها للبيت بنقدر نخلي صدور الفراخ زي ما هي. انا بس هحطها شوية في الفرن علشان تستوي، هتاخد تقريبا 25 دقيقة، بس هحط لها شوية ملح شوية فلفل. يعني انا مش مضطرة اتبلها باكتر من كده لان الصوص فيها توابل فيها نكهة كتير، فهو مش هيبان الطعم قوي بتاع الفراخ، يعني الصوص اكتر هي اللي هاخد منها الطعم. خلينا ايه نحط دي دلوقتي في الفراخ في الفرن ونرجع نعمل الصوص بتاعتها. 25 دقيقة على درجة حرارة 200. دلوقتي عايزين نعمل الصوص. عندنا هناخد بس فين الثوم اهو والزبدة، ناخد حتة زبدة صغيرة ومعاها شوية نقطة زيت، بس نقطة نقطة عشان الزبدة ما تتحرقش مني، بس كده. تقدروا تستعملوا زيت عادي او زيت زيتون. اول حاجة هنحطها هتكون الثوم، وعندنا المشروم هنا عايزين نقطعه، والبيكن كمان عايزين نقطعه. الوصفة مكوناتها مش كتير بس طعمها خطير، والبيكن طبعا موجود في كل السوبر ماركت ومش يعني سعره مش غالي لانه موجود منه مصري، فسعره مش غالي وطعمه حلو جدا وبيدي نكهة حلوة قوي للصوص. هنحط الثوم، وهنقطع المشروم ونحطه برضو مع الصوص. من الاعتقادات الخاطئة ان المشروم ما بيتغسلش، مش عارفة ليه. المشروم بيتغسل عادي جدا، بس اغسلوه قبل ما تستعملوه على طول، يعني مش اغسله واشيله في التلاجة، لا اغسلوه قبل الاستعمال على طول، وهو طبعا كتير انضف واحسن ان احنا نغسل المشروم من ان احنا نقشره ونقعد ساعة نقشر فيه ونقعد نمسح فيه، عادي بيتغسل. هقلبه شوية، ودلوقتي
عندنا هنا اهو البيكن، عايزه اقطعه لمكعبات. خلينا نحط كذا واحده فوق بعض علشان ايه نكسب وقت. كده تمام. ناخد بقى دلوقتي الماسترد، هتدي كده مزازه وطعم لذيذ قوي للصوص. بس جربوها الوصفه دي وشوفوا قد ايه هيجيلكوا تعليقات حلوه عليها. نحط مكعب المرق والريحان والكريمة. شايفين ولا أخدت وقت خالص. دلوقتي أنا مش هحط ملح، أولا عندي الماسترد فيه ملح، ثانيا المكعب المرق اللي عندي فيه ملح، فانا مش هحط غير لما تخلص الاكله خالص وادوق واشوف اذا كنت هعوز شويه ملح ولا هي كده تمام. وانا اعتقد ان احنا مش هنعوز، يعني هحط شويه من الريحان المجفف. وهحط البيكن. وهخليهم بس يغلوا غلوتين مع بعض. وهخلي الصوص على جنب جاهزة لغاية ما تخلص الفراخ، والجبنة اللي عندنا بنحطها على الوش في الآخر. كده تبقى أول وصفة عندنا كمكونات خلصت، ناقص بس نحطها على بعض. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفة، يعني هي فكرة أكتر مما هي وصفة، هتعجبكم إن شاء الله، لذيذة. هنستعمل فيها عجينة العشر دقايق. الوصفة دي هي عبارة عن فطيرة كفتة أو فطاير الكفتة مع الصوص والجبنة، مع الصلصة والجبنة. الوصفة دي عشان نعملها عايزين عجينة العشر دقايق، عايزين 100 جرام زبدة، 3 فصوص ثوم، نص كوب بقدونس مفروم، جبنة موتزاريلا مبشورة، لحمة مفرومة، 2 توست، ملح وفلفل، أعشاب إيطالية، زيت زيتون، 2 فص ثوم، وطماطم معصورة، وتلات معالق كبيرة صلصة. طيب أول حاجة هنعملها، عايزين نعمل عجينة العشر دقايق. هنعمل عجينة العشر دقايق وبعدين هناخدها هنعملها بالشكل ده كور، يعني هعملها بشكل كأنها عيش كايزر، وهعملها كور وهحطهم جنب بعض كده، وهستنى لغاية ما تتخمر العجينة وتبقى عندي الكور لازقة في بعضها بالشكل ده. ودلوقتي هنرجع لها تاني، بس عايزين نروح للكفتة. الكفتة حطيت لها التوست نقعته في لبن وبعدين صفيته كويس وعجنته مع الكفتة مع ملح وفلفل وبس. دهنت الصينية بالزيت وهدخلها على الفرن. الفرن على درجة حرارة 200. تمام كده، نبص على الفراخ بصة، فاضل لها شوية صغيرين. طيب هنرجع تاني للعجينة العشر دقايق اللي عملنا منها العيش ده. باجي على العجينة بعمل ايه؟ بروح قطعاها من فوق كده بالشكل ده، بعدين هنفضيها من جوه زي ما عملنا في باقي الفطاير الصغننين دول.
كده تمام. طيب ومش هنعوز الغطا ده، احنا بس خليناه عشان تشوفوا احنا عملنا فيه ايه. طيب دلوقتي عايزين نعمل صوص، هنعمل صوص حمراء، هنحط شوية زيت زيتون، وعايزة الأول كمان أعمل الزبدة. عايزين نعمل حاجتين في واحد، هناخد الزبدة اللي عندنا هنحطها هنا مع توم، هاخد نص كمية التوم اللي عندنا هحطها مع الزبدة، والنص التاني هحطه مع زيت الزيتون اللي هنعمل فيه الصوص الحمراء. هنا عندنا زبدة وتوم، وهنا عندنا زيت زيتون وتوم. مع زيت الزيتون والتوم هنعمل الصوص اللي هي عبارة عن صلصة وطماطم معصورة وأعشاب إيطالية. يا أعشاب إيطالية يا ريحان، يعني زي ما انتوا تحبوا. المهم عايزين نكهة أعشاب، فاللي موجود بتقدروا تحطوه. نحط الصوص الطماطم المعصورة يعني. وهنحط لها شوية من الأعشاب زي ما انتوا تحبوا زي ما قلنا، بس المهم النكه يعني، لو ريحان هيبقى حلو، لو أعشاب إيطالية برضو حلو. نحط شوية ملح كده. الصوص عندنا جهزت، عايزاها بس ايه تتخفر وتتكثف. وصدقوني لما بتفرق كتير لما تيجوا تحطوا الصوص وتسيبوها تغلي مثلا دقيقتين، بتفرق كتير عن لو سبتوها تغلي 10 دقايق. لما بتتحط على النار اكتر المكونات بتدخل اكتر والنكهات بتبرز اكتر. كده احنا خلصنا الزبدة، هجيب فرشة وهجيب البقدونس اللي عندنا وهحطه هنا مع الزبدة. دلوقتي بقى هدهن الأكواب اللي عندي دي بقت بالزبدة. كده نبقى احنا دهنا كل الفطاير اللي عندنا الصغننة دي. دلوقتي احنا جهزنا كل حاجة، حطينا الكفتة في الفرن وعملنا الصوص الحمراء وعملنا جهزنا الفطاير بتاعتنا بالزبدة وبالبقدونس. مش فاضل غير ان احنا ناخد الكفتة بتاعتنا ونحطها جوه هنا وتشوفوا هنعمل معاها ايه بعد كده. بس دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل علشان نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل الكيكة الليمون، بس هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها كده مكون مميز جدا بيدي طعم حلو. اول حاجة عشان نعمل الكيكة دي عايزين 2 كوباية دقيق، وعايزين 1 كوباية زيت، وعايزين 1.5 كوباية سكر، وعايزين 4 بيضات وفانيليا، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، وربع كوباية عصير ليمون. اوكي، فاحنا عايزين دلوقتي اول حاجة هنعملها هنحط السكر 1.5 كوباية
سكر. فانا هاخد دول، انا عارفه هم نص كوبايه، ودول الكوبايه هنحطهم مع بعض، فكوبايه ونص سكر هنحطهم مع الزيت اللي هو كوبايه. خلينا نطفي على الصوص بتاعتنا. خلاص كده تمام. خلاص هنخفقهم بقى مع بعض شوية. هنا هنخلط البيكنج باودر مع البيكنج صودا. انا ما كملتلكوش المكونات صحيح، لان بعد قلت في ربع كوبايه عصير ليمون، والمكون المميز اللي قلت لكم عليه هو البابي سيد. البابي سيد موجود موجود مش موجود استغنوا عنه، بس هو بيدي طعم حلو قوي كده، قرشه كده حلوه. وهو البابي سيد ده بيستعمل كتير جدا في السلطات، وبيستعمل في حلويات كتير، في كوكيز، في كيك، يعني بيستعمل كتير. يمكن هو مش معروف قوي هنا، بس هو بيستعمل كتير جدا في الحلويات. عايزين بقى الكريمه اللي هنحطها فوق هتكون عباره عن 3 ارباع كوبايه لبنه، و 3 ارباع علبه لبن مكثف محلى، ومعلقه كبيره بشر ليمون، ومعلقه كبيره عصير ليمون. تمام. طيب البابي سيد هو ده، شايفينه بيتباع في علب كده عاديه، فاحنا عايزين منه معلقتين كبار. شوفوا شكله عامل ازاي اهو، احطه لكم فين هنا اهو، ده شكله كور صغننه سودا، شايفينه اهو. بيتعمل بيه حلويات كتير جدا، وبيتعمل فيه سلطات، في الدريسنج بتاع السلطة بيبقى طعمه حلو برضو قوي. طيب دلوقتي هناخد البيض اللي عندنا، واخر حاجه هنحطها طبعا الفانيليا. هناخد دلوقتي البابي سيد اللي عندنا هنحطه، وهننزل بالدقيق شويه شويه. هناخد الليمون وهنحطه مع الكيكة، وكده تبقى الكيكة بتاعتنا خلصت. هناخدها هنحطها في قالب الانجليش كيك، وهنخبزها على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا يعني من 35 ل 40 دقيقة، وده بيكون شكلها بعد ما بتخلص. طبعا هنقطعها قدامكم دلوقتي بعد ما نعمل التوبينج بتاعها. هنحط اللبنة اللي عندنا، وهنحط معاها اللبن المكثف المحلى، نحط الليمون، هخلي شوية للوش،
يعني التوبينج ده رغم انه بسيط جدا بس طعمه حلو جدا جدا. نحط شوية ليمون وكده نبقى خلصنا الكيكة وخلصنا التوبينج، بس هنحطها في طبق التقديم. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل علشان تكون الكفتة بتاعتنا خلصت ونقدم كمان الفراخ ونقدم الكيكة. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي خلاص هنحط كل حاجة على بعضها، طلعنا الكيكة من القالب وهنحط عليها الصوص أو التوبينج بتاعها. هنحط شوية ليمون المبشور اللي خليناه على جنب، نحطه كده على الوش. ممكن كمان لو تحبوا تحطوا شرايح ليمون، مش هتتاكل طبعا بس هتبقى زينة يعني. دلوقتي بس نقطعها ونوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. خليها هنا دلوقتي. عندنا هنا الكفتة، هناخد الكفتة ونحطها جوه هنا. كده تمام. هنجيب بقى الصوص اللي احنا عملناها ونحطها على وش. ده الكلام كله ده مش هياخد في الفرن دقايق لان احنا كله مستوي عندنا، بس عايزين الجبنة تسيح، فيعني مش هياخد مننا في الفرن حاجة. خلاص كده تمام. ناخد بقى الجبنة الموتزاريلا اللي عندنا ونحطها على الوش وعلى الفرن. هحطها في الفرن على درجة حرارة 220 تقريبا، درجة حرارة عالية. أنا بس عايزة الجبنة تسيح لأن زي ما أنتوا شايفين كله مستوي. وعلى الفرن، على الفرن بس على ما نقدم الفراخ. ونطلع الفراخ. هناخد الطبق بتاعنا هنحط فيه الصوص. طبعا الصوص احنا مسخنينها، حطها فين الجهاز هنا. طيب خلاص اهي الصوص سخنة طبعا.
جبنه البارميجان على وش الفراخ، وهنرش شوية بقدونس كده، وكده نبقى خلصنا الوصفات. دي الفراخ، وعايزين دلوقتي نقطع لكم حتة من الكيكة عشان تشوفوا البابي سيد جوه بيبقى شكله عامل ازاي. شايفين؟ ده بيبقى شكل البابي سيد جوه الكيكة، لذيذ كده وبيقرش، طعمه حلو يعني مميز. خلي دي هنا، لا دي هنا، دي هنا كده. وعايزين نحط هنا بقى الصينية. دي شكل الفطاير الصغيرة بتاعتنا بعد ما خلصت. كده نبقى خلصنا وصفتنا معاكم للنهاردة. عملنا أول وصفة كانت الفراخ بصوص المشروم والبيكن والماسترد والبارميجان، طعمها لطيف جدا وهتعجب عيلتك وكمان هتعجب ضيوفك لو عندك عزومة. عملنا الكيكة اللي بالبابي سيد وكيكة الليمون هي، بس حطينا فيها البابي سيد. لو البابي سيد موجود، لو مش موجود تقدروا تستغنوا عنه، بس هو بيدي طعم حلو جدا. وعملنا الفطاير اللي بالكفتة وبالصوص الحمراء وبالجبنة الموتزاريلا والزبدة والثوم، وعملناها بعجينة العشر دقايق. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا للنهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأفكار جديدة ووصفات جديدة. باي باي.